فكرة 68 من اندلاع الثورة المجيدة جئنا ولأول مرة نحتفل اليوم معا جميعا يعني بالمناسبة الكريمة نحتفل بهذه الذكرى العظيمة علينا وعلى قلوبنا وعلى الجزائر عامة. وجئنا اليوم لنزور أحد أعمدة الثورة المجيدة، أحد مفجري الثورة الكريمة، المجاهد الأكبر بالحاج بوشعيب المدعو السي حميد. إذن لنتذكر جميعا ونذكر طلبتنا الأعزاء نمو رجال ونساء المستقبل بتضحيات الجسام اللي قدموها هؤلاء الرجال. إذن لا أطيل عليكم، أحيل الكلمة إلى عم المختار ليتفضل الكلمة. على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم.